بالعكس، انت عمالك 3 ايام كاملين عمالك تحرق، فهاي بتكون هي اسرع طريقه انك تحرق فيها دهون. اهلا وسهلا فيكم في يوم جديد، يا رب يكون نهاركم سعيد ومساءكم سعيد. الموضوع اللي بدنا نحكي فيه اليوم هو سؤال كمان بتكرر كثير، هو هل اعمل كارديو ولا هل اعمل اوزان؟ مين بيحرق فيهم دهون اكثر؟ مثلا اذا حدا هدفه الاساسي انه انا بدي انزل وزن، هلا هذا الهدف الاساسي اللي عندي، بديش ابني عضلات ومش كتير فارق معي العضلات هلا، مش صح. بس خلينا نحكي انه هذا هدفك، انا بدي بس ابقى اركز على قديش بدي انزل، بدي انزل 10-15 كيلو، ماشي حلوين. هلا مين احسن، اني ابلش اعمل بس كارديو وابلش بس اركض؟ خلينا نحكي انه حدا حط النيه اول شيء، زي ما حكينا لازم تنوي، تكون عارف شو اللي بدك اياه، حط الهدف اللي قدامه، سجل بالجيم او راح بلش تمرين وعارف شو اللي بده يعمله وبده يلتزم، وهو خلص هلا حلتزم. طيب اركز هلا انا على بعد ما بلش التزم، اركز على الكارديو ولا اركز على التمرين اللي فيه مقاومه؟ طب تمارين المقاومه هاي للعضلات، هلا انا مش كتير سائل في العضلات، طب اركز على هاي، ليش اركز على هاي ما اصلا ما اضلني بس اعمل كارديو كل يوم انزل اركض 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 لانحف، او كل يوم اضلني مثلا اعمل هاي انتنسيتي لغايه ما انحف. هون بنيجي نشرح شويه معلومات معظم الناس بتخربش فيها. ناس كثير بتفكر انه الكارديو لحاله هو اللي بيحرق، ليه؟ لانه انت لما تعمل كارديو وتبلش تركض وهذا بتعرق وبتتعب وبتحس حالك انه ها انا هيك نفسي راح وعرقت ووجه حمر، وهذا معناها انا عمالي بحرق دهون. مش شرط. الناس اللي بتعرق كثير هذا ممكن تكون بس مية عمالها بتطلع من جسمك، مش شرط انك تكون انت عمالك تحرق دهون. الشغله الثانيه بدنا نعرفها اللي هو الرينج والزون اللي فيه دقات القلب تبعتك. اذا انت دقات القلب تبعتك برينج عالي اللي هو زون 3 و4، انت عمالك تشتغل على الانديورنس تريننج، على المسافات، على انك تطول اكثر، يعني بتصير تشتغل على القلب والرئتين. فانت بتصير مثلا زي الناس اللي بدها تركض ماراثون، زي الناس اللي بتعمل مسابقات، زي الناس اللي بتعمل كروسفيت، هاي الاشياء كلها انت بلزمك لها كاباسيتي، بلزمك لها الرئتين تكون بتستحمل، عندها استحمال عالي. فعشان هيك انت بتشتغل على الزون هاي، بتصير تشتغل بهاي الزون. بس اذا انت همك انك انت بس بدك تنحف، انت لازم تكون بالزون اللي اقل منها. الزون اللي اقل منها اللي هو خلينا نحكي اللي هو زون 2، بتكون دقات القلب فيه برينج خلينا نحكي بين 110 و130. انت تحت ال 135 130، انا بحكي طبعا باعمار اللي هي بين ال 30 وال 40 سنه او بين ال 30 وال 50 سنه، في لها معادله بتنحسب 220 ناقص عمرك، بتاخذ من الرقم اللي طلع معك بتاخذ منه 65% ل 75%، هذا الرينج اللي طلع معك. هون انت بتكون عمالك في مرحله حرق الدهون لما تكون دقات القلب فيه. فهلا اذا انت عمالك تعمل كارديو عشان تكون بهاي المرحله، هاي المرحله ما بلزمك انك تروح فيها يعني تركض سبرنت. انت بالعكس ممكن لو مشيت انكلاين، رفعت التريدميل شوي ومشيت عليه، راح تلاقي انه الهارت ريت شوي رفع. اذا هرولت هرولة خفيفة، راح تلاقي انه الهارت ريت وصل لهاي المرحلة. فانت المفروض تكون قادر بتحكي، يعني لو عمالك تركض مع حدا، عم تركض مع مرتك او مع صاحبك، بامكانك انك تخلي الكونفرزيشن والحكي بينك وبينه عادي. انت في بتلهت شوي بس مش كتير، مش قادر انه مش قادر تاخذ نفس، هاي انت وصلت في زون كتير عالي. فهون بدك تعرف بما اني انا بهاي الزون انا عمالي بحرق دهون حلوين، طب ممكن اضلني اركض كل يوم واعمل هذا الحكي؟ ممكن، بس هاي مش اسرع طريقه. اسرع طريقه اللي هي انك تدمج هذا الحكي مع تمارين المقاومه. ليش بدنا ندمج تمارين المقاومه؟ تمارين المقاومه لما انت تعمل تمرين مقاومه اللي هي الاوزان او الكالستنكس او اي تمرين انت عمالك تشتغل على العضلات فيه، في انك تدمر العضله هاي. عمالنا زي ما حكينا بالفيديو اللي قبله انه كيف العضله عباره عن فايبرز، انا لما اشتغل عليها لما اتمرن عليها بعد هدول الفايبرز عن بعض بصير فيهم تمزقات خفيفه وبصير في عمليه اللي هي الريكفري. اكثر عمليه بحرق فيها الجسم دهون او اكثر وقت بحرق فيه الجسم دهون هي عمليه الريكفري هاي.
فإذا أنت تمرنت التمرين، دائماً نحكي إنه تمرين الرجلين من الأشياء اللي بتحرق دهون كثيرة. ليه؟ لأنه تمرين الرجلين هي أكبر مجموعة عضلات بالجسم، فتمرينها بيكون كثير قوي، فبتاخد أكثر مرات من يومين، من 48 ساعة مرات تاخد 72 ساعة عشان توصل مرحلة الريكفري. فأنت بتكون مش قادر تمشي وموجوع، عندك أوجاع، والسورنس هذا كله أنت جسمك قاعد بيحرق فيه. هيك لأن كل هاي المرحلة أنت بدل ما أنت حرقت بس بالركض اللي ركضته اللي هو نص ساعة و45 دقيقة حرقت فيهم 300-400 كالوري، بالعكس أنت عمالك 3 أيام كاملين عمالك تحرق. فهاي بتكون هي أسرع طريقة أنك تحرق فيها دهون. إذا بدنا نيجي للأيديال كيس اللي أنا مثلا لما بدي أحطه للمتدربين عندي، واهم اشي حتى لو انت بتعمل بالكينج، منيح لازم تشتغل على الرئتين والقلب، عضلة القلب والرئتين لازم يشتغلوا مزبوط، فلازم يكون في عندك كاباسيتي، ولازم ما بس تركز انه الله اوزان ولا ركز بس كارديو، لا نشتغل على التنين. هاي معلومة كمان مهمة، انت ما بلزمك اكتر من 45 دقيقة تمرن بالاوزان اذا انت مركز في التمرين ومش قاعد تحكي مع كل واحد رايح وجاي، وفعليا عمالك تتمرن ومركز في تمرينك 40-45 دقيقة أوزان بتكون أنت خلصت. هدول مش شاملين طبعا هذا الوقت الإحماء، ممكن أنت تحمي إذا بتعمل موبيليتي، وهاي ممكن تاخذك 10-15 دقيقة أو تحمي على التريدميل. بعد تمرينك تعمل لك 10-15 دقيقة تعمل فيهم الكارديو بالزون اللي حكينا عنها اللي هي إنه الهارت ريت يكون بين 110-130. أنت هيك بتكمل، اشتغلت على هاي واشتغلت على هاي. اذا انت بدك تشتغل على الانديورنس، اذا انت همك المسابقات الكروسفيت الركض الماراثونز القصص هاي، انت بتشتغل في زون تاني، بس اعرف انه هذا مش هيحرق لك دهون بالطريقه تبع حرق الدهون. فاذا انت واصل انا بدي اطلع بدي اعمل سايكلينج وبدي انا اخلص 50 كيلو بساعه، انت عمالك تشتغل انديورنس، انت عمالك تشتغل على جول تاني مختلف تماما. هل راح تحرق دهون في هذا اكيد راح تحرق، بس انا بالفيديو عم بحكي على اسرع طريقه انت ممكن فيها تركز على حرق الدهون.